امسك بس. يو يا الندفة يو 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 يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد لعبة Call of Duty Modern Warfare في طور الوارزون. راح ألعب باتل رويال الحين. أضافوا طور، مو الحين طبعا، أضافوه من زمان بس أنا توني استوعب أنهم أضافوا طور السولو، يعني تقدر تلعب لحالك وتختبر لعبك وأدائك في الميدان. والله يعني شوف، هو أصله أني ما أدري صراحة كيف مستواي الحالي، بس الفترة الأخيرة مدمن اللعبة هذه بشكل ما تتصورونه، شبه مو شبه يومي، يوميا ألعبها. فيا رب أن نطلع بجيم كويسة. لا تنسى تتابعني حساباتي السوشيال ميديا. خلونا نبدأ. اوكي، طبعا الطور هذا يا جماعه الخير مو بزي البلندر اللي كنا نلعب قبل، اللي يتجمع فلوس واكثر واحد مع فلوس وتقدر ترسبن كل شوي. هذا باتل رويال، هذا ما تقدر ترسبن الا تروح مكان اسمه جولاك او جولاج او شيء زي كذا، اللي هو مكان اذا مت تروح تتخابط مع واحد هناك، اذا ذبحته ترجع للعبه مره ثانيه. فخلوني انزل المنطقه دي. والله يستر، هذا طبعا اول جيم يعتبر البينج مره كويس 60، انا راضي جدا، معي فرد، بسم الله توكلنا على الله. اوكي، اول ملاحظه، ما اعرف اهبط. كمون مين. لا لا لا، في واحد قدامي. لا لا لا، بروح بيت ثاني والله. سي ليلا هومي، مع السلامه يا ابوي. اقدر افتح الشباك كذا على طول صح؟ الايم الايم الايم. انا احط الدرع حقي، بعدين اروح اتجالد معاه، ادخل في عينه على طول. اوكي اوكي، حلوين. خذ اسلحه، اي سلاح ما عجيب. الايم يطلب الرحمة. اوكي 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 اوكي. طيب مع شات جن، اعطني الشات جن ومع سكار، ناخذ سكار ناخذ. شفتوه ذا؟ كان واحد قفز من الشباك من فوق. والله انا يتهيأ لي. الايم حقي يا جماعة والله يبغاله تسخين. اللوت. قفل الباب. انحش، خذ الدروع. اوه هذا هذا جامد، هذا مرة جامد. اوه شفت واحد دخل هنا قبل شوي. شافني توقعون؟ يقلع من المنوب. ما ادري ليه قاعد تمنوب، والله ما ادري. احس بواحد قاعد يصوب. ايش ذا الصوت؟ قاعدين نلعب لعبة رعب حنا ولا ايش؟ ممكن تموت؟ اخيرا. اوكي منوبه، الحمد لله انهم منوبه. اوه في سياره هناك تشوفون؟ يب اي والله سياره. لا 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 لا، والله كنت بذبحه، والله حرام. يا الله كسرت درعه يا اخي، ليتني. اوكي ودوني الجولاج، ما ادري جولاك، هذا مكان اتجالد فيه، يعطوني فرصه ثانيه، يعني اذا قدرت افوز على اللي اتجالد معه هنا. شوف زي كذا ينزلوننا 1v1. رمي على الشباب ذولي حجارة، امسك انت فيها. اوه نزلوا يتضاربون. يلا يلا جود لك، ارمي على حجر، امسك انت انت، بننزل انا وانت بعد شوي. ها سخن سخن بس، تعد خلاص كاري. بسم الله بسم الله. هلا والله بالشتكن. وش السلاح الثاني؟ تلكيم وشتكن. ايزي 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 ايزي. ودي انزل نفس مكاني، ما ادري انزل نفس مكاني ولا لا، ما ادري وضعيه الانتقام انا مفعلها ما ادري ليش. اوه في سياره هناك تشوفون. ليش ليش جيت وسط الشارع؟ اتذكر في شاتجن هنا. اوكي عطني الشاتجن ذا. وين لوتي يا بزر؟ وين باقي تاكي هنا؟ لا والله مو في. لا لا لا، من اللي يطلق علي؟ هي جاء واحد ثاني. افتح افتح افتح. يا الله من راح ذا؟ لا ما يطلق ما يطلق، والله ما يطلق. لا ليه ما اقدر اصوب؟
انقلع بس. بس ما معي الا بيستول يا ولد. اقلع من النكبه. الخطوات في اللعبه ذي شيء اساسي جدا تركز عليه. اسكت اسكت، مسوي فلسفه نصايح. طيب بطلع ذي. هذه ايش فائده تتعلمني اماكن الناس؟ مثلا زي المبنى حقي ما اشوف اي مربع فما في احد. تشوفون؟ نروح مباني ثانيه هناك تشوفون في ثلاثه في المبنى ذا. تاكد المبنى حقي ما في احد. اوكي المبنى حقي سليم. ما في ولا واحد. هنا في ثلاثة، شوف هنا واحد. اوكي حطيت عليه علامة. صادني؟ لا والله ما يدري عني يا رجال. في داخل واحد، بس مشكلة العلامة انها تروح بسرعة. خلنا نخرب عليه. فجرني. طيب شكلي بروح عليهم والله. والله لا روح يا رجال، مشينا. اقلع ام الخرشة. وينكم؟ اوكي فوق فوق فوق. مستحيل هذا، بس باقي في احد. وش صوت الصدى ذا؟ هلا بالدروع والفلوس والاسلحة الجامدة. اوه ذا بيهبط تو جاي، راجع من الجولاج الكري. شو اسمه يا اخي، جولاج ولا جولاج؟ ايش ذا رمي في كل مكان؟ انا ليش رايح لهم طيب؟ اوه عندي يو اي في. عندي باونتي. في باونتي باونتي، اذا ذبحت هذا الباونتي يعطوني فلوس اتوقع او شيء. انا اروح عليه. اوكي هو داخل البيت ذا، بس مشكلته ان عنده ذي، تشوفونه؟ فجرتها فجرتها. اثنين يقلع اشكالهم، اثنين في البيت ذا. اوكي ذبحت واحد. وين الثاني؟ اوه ذبحت الباونتي. ليتس جو. لا طار الايم فوق. اوكي ذبحت ذبحت. دروع 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 دروع. اوه اوكي هلا والله بالسلاح. يقلع شكل ام بي 5. ليتس جو والله. ما ادري اذا بقى في احد هنا. بليز خلاص تكفون. قفل بيبان بس. امن البيت يا رجل. في لود اوت نزل، والله ودي اروح اخذه يا جماعه. اللود اوت وش فكرته؟ ان يعطيك الاسلحه الخاصه حقتك اللي في المالتي بلاير تقدر تستخدمها. المشكله في العراء كذا وسط الشارع حاطينه. يمديني اطلع هنا؟ يا رب ما حد يطلق علي وانا طالع. تدرون انه جابني هيد شوت وانا انط وكذا؟ يقلع ام الحظ، انا فول دروع ونتفني هيد شوت وانا اقفز. يا الله يقلع عم التعاسة. تعال انت. يا ابوي انقلع بس خلنا ارجع انتقم من ذاك الكري. مشكلة والله ما ادري وين مت. هنا 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 هنا. ابالي سلاح قبل ما درعم كذا، ما عندي الا بيستل. متأكد ان تاكي هنا الكلب. يا عمي مشينا بخلاط بس بخلاط. هنا كان الوسخ. والله كان زابن زابن ما هي بصاحية. تكفى سلحتي باقي نفسها. شوفوا ام بي 7 نفسه، الكار نفسه. ايش ذا؟ اعطني اعطني اللودات اعطني اللودات. اللودات حقي المفضل هذا. مشينا مشينا. اعطوني افضل شيء في اللعبه. ديد سايلنس. ايش في ذا صامل يصدمني؟ ليتك قعدت في بيتكم احسن لك والله. عنده سيلفر فايف يا كلب. هات الدرع هات. شكرا على الدروع والله اللي جبتها لي. كفو عند القناع بعد. تدرون ايش المشكلة؟ ان في شيء ابغى اسوي له سكيور هنا بس الغاز جاي في الطريق. خلنا نشوف اذا اقدر اروح بالسيارة. اوكي في واحد قاعد يطلق علي. دقيق 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 دقيق. اه شفته المعفن. اوكي الزون جاي، ما بقعد اتخابط مع ذا. اسحب على امه يا رجال. اوه في واحد هناك تشوفونه. لا عاد لا لا بموت بموت بموت. دروع تكفى. اوه في سيارة يساري. بليز مان بليز. سيارة وراي. لا لا من كل مكان يرموني. اوكي ذبحت ذا. اوه في سنايبر هناك. لا لا تكفى تكفى. معك دروع؟ ما معك دروع ذا. سي يو ليتر هوميز. النحشة بس. اوه في سنايبر باقي يطرق علي. يا خلني في حالي يا كريه. اوه قول عمه تشطيف. تستاهل يا الملقوف. سيلفي ريفايف ها؟ والله ما تقوم.
كفو مع دروع كفو. يا ليل الليل. اطلع اقلع شكلك من وين يا ليل. اوكي بنحاش بنحاش، ما ابغى واجه سنايبرات لاني ما عندي سنايبر. خلاص النحش يا ابوي. شوف اقدر ادرعم عليه، اقدر اسوي حركه، بس يا رب اني ما اندم عليها. تشوفونه ذا هنا تشوفونه، بس خلوه يقرب خلوه يقرب. شافني ذا؟ اوكي ما شافني. اوه مات على طول. وات اقلع ام الفلوس. اوكي النحشه النحشه. تدرون اني في الخلاء في العراء ما عندي سياره الا على اليمين هناك، خلنا نرجع لها اذا يمديني. تشوفون ذا؟ ليش المنطقه كذا مفتوحه مره؟ طيب بنفعل الديد سايلنس، نحط شات جن. وين ذا الصوت؟ اوكي جوا الخيمه، بس ما اتوقع انه يسمعني. طلقتين شات جن. لا يا اخي لا، والله في واحد جاء من ورا اطلق علي، متاكد مو هذا الحاله اللي كان يطلق علي، مستحيل يذبحني. اطلقت عليه طلقتين شات جن. اوكي واحده جت نص مو كامله، يا الله كان ايزي اذبحه. ذبحت 9. والله جي جي، والله يا جيم حلو. شايفين كيف قاعد احاول بس للاسف ماني قادر افوز، لكن بيجي اليوم باذن الله اللي راح افوز. الزبده هذه كانت اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسى تحط لايك، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.